السلام عليكم يا جماعة الخير، اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم عندنا مقطع جديد، مقطع يا جماعة صراحة جدا متحمسين اصوره من زمان جدا. اهلا وسهلا بكم بالمقطع الاول من يوميات شرطي في عالم جراند فايف الحياة الواقعية يا جماعة. انا حاليا متواجد امام مركز الشرطة، توني قبل شوي يعني ضبطوني الشرطة نوعا ما، اعطوني رتبة اسطورية يا جماعة الخير، بدي اسوي كل شيء تقريبا، وربنا جدا سعيد للانضمام للشرطة. واخيرا الشيء اللي كان يمنعني يا جماعة اني انضم من زمان فهو لاني كنت انا ليدر قائد عصابة، فانا كنت موثق الفاميلي. شلت التوثيق الان عشان امدين انضم الى الشرطة يا جماعة الخير. رجع التوثيق بعدين، اللي يتابعون راح يعرفوا ايش القصه، يعني اللي يلعبون قصدي راح يفهمون القصه الان. ولكن يا جماعه بالوقت الحالي ابي منكم دعم هذا المقطع بزر لايك، يعني لان راح نطلع في مغامرات بسيطه كذا يمين يسار، وكل حلقه عن الثانيه راح تصير فيه اكثر واكثر اكشن. اوكي، لان كذا نبدا من البساطه ونطلع اكثر، لان يا جماعه مو بس راح اتوظف شرطي، انا حاليا شرطي راح امشي كشرطي عادي، راح نطور شرطي اكثر، بعدين راح انضم يا جماعه الخير الى الاس اي اتش بي اللي راح يكون يشتغل تقريبا في المدينه الخارجيه، راح يكون شغلي اغلب المكان برا هنا. وايضا يا جماعه الخير راح انضم الى الان جي اللي هو الناشونال جارد، يعني هناك راح يكون في اكشن ومتعه اكثر كمان. ولكن ما علينا، جايين شوي شوي. اوكي، ابي يا جماعه الخير اللي مو ضغط على الزر لايك ينزل يضغط على الزر لايك، يعني اهم شيء. وخلينا نطول كلام اكثر يا جماعه الخير، اللي حاب يسجل الرابط موجود بالوصف، هاي طريقه التسجيل على السريع جدا عشان يعزيز يكون عندك علم. اوكي، كل ما عليك فعلا انك تضغط على الرابط موجود اسفل هذا المقطع، بكل اختصار راح يوديك لهذه الصفحه مباشره، راح تحط هنا معانا ستارت بلاينج، تختارها الانجلش 3، نحن نلعب السيرفر الثلاث، بدك تحط هنا اسمك، اسم العائله، ايميلك، كلمه سرك، بعد ما تسوي ريجستريشن، بعد ما تسوي هذا الامر راح يحمل معك لانشر خاص باللعبه، يمديك من خلاله تدخل بضغطه زر واحده فقط الى السيرفر الاسطوري نحن نلعب فيه، الرابط راح يكون موجود بالوصف، يعني اتمنى كلكم تجون يا جماعه الخير. فليتس جو يا جماعه الخير، نروح ناخذ رتبه مباشره او نروح ناخذ لبس عفوا. يا سلام عليكم يا الاصدقاء الطيبين هنا الكرام. يا جماعه ما ادري فين اخذ لبس، نسيت صار زمان ما فك الباب شويه، يعني شوف سكر الباب، حس نفسك انت وحدك شرطي في هذا المكان، يعني حبيبي يلا القي لي تحيه. وهسي تسوي التحيه، كنت ببدا المقدمه انا مسوي كذا يا جماعه، السلام عليكم يا جماعه الغرب. لا هذا ليه فكرني اسوي له تحيه؟ لا لا حبيبي مو لك تحيه حبيبي، انا اعلى منك رتبه الان. ازبط شباب، راح اجي لهذا المكان الان وراح نغير ملابسنا مباشره، راح نلبس ملابس اسطوريه. اوه هذا الشباب اللي رقاني، هذا هو يا جماعه اللي اسمه نيوك رويال، هو الشخص هذا اللي رقاني يعني اعطاني رتبه اسطوريه، فاشخاص طيبين والله لازم لهم اساطير والله. ازبط راح نلبس ملابس الان يا جماعه، ما ادري اي ملابس البس الان، اتوقع راح البس ملابس شرطه عاديه يعني ما يهم صح؟ هذه عجبتني والله هذه، اتوقع باخذ يا جماعه، مكتوب عليها بوليس كمان، نايس ون. البانت هنا يا مدير يا طويل العمر والسلامه، راح نختار البانت الاسطوري اللي دي يا جماعه. ليش احس نفسي مو شرطي يا شباب؟ ليش احس نفسي غريب جدا؟ اخي هذه الشرطي متاكد؟ حاس نفسي مو شرطي اقسم بالله، ما ادري شو اشرح لكم فكره والله. ابي اكون الاس بي دي كذا، ايوه نايس ون. شوز هنا متعوب عليه والله، خلينا بالشوز العادي يا جماعه، ما ادري احس في اشياء ناقصه يا شباب. ايوه هذه الناقص، خلاص وصلنا يا جماعه الخير اخيرا. خلينا ناخذ تيزر وهذه الامور شويتين يمين يسار. يا بس ما اخترنا لهذا القبعه تبعنا يا جماعه، خلينا نختار هذه القبعه يا جماعه. اوكي اد تو فيفورت، نختار سلوت نمبر 1. نايس ليتس جو يا مدير. بس خليني اشيل القناع ذا الكريه المعفن يا جماعه، خليني ارمي القناع بالارض الان. هي بس شوف شكلنا بوليس، الله عليك يا مام كالو. بس ابي اشيل يا جماعه لا سلام عليكم يا مام كالو، الان صرنا شرطه. اوكي حركات يا مدير. طبعا كل باب اطلع منه اقفله بدون ما تشوف يا جماعه، شايفين قفلته عشان لا تقولوا لي اشياء، بعض منكم يجي يقول لي مام كالو مو مقفل الباب، مام كالو ما يصير الا والله اقفلهم يا جماعه الخير. السلام عليكم، هذا هو الشرطي مام كالو الان. طبعا انا اسمي يا شباب الان اللي ما يعرف مسمي حالي انا مستر مارك يا جماعه، كذا بسمي نفسي مارك، يوميات شرطي اللي اسمه مارك. اوكي راح اطلع اشوف ايش المزايا اللي عندنا. طبعا الرانك اللي جالس يسالني ايش رانك اللي معك، معي رانك يا جماعه سبيشال تاسك فورس يونت، ايش هذه بالتحديد؟ علمي علمك يا عزيزي. اذا احنا على الليدر منيو هنا يا شباب، صحيح يا جماعه خبروني اي شخص من الفاميلي حاب ينضم للشرطه يمديني اضمك الى الشرطه. اوكي عندي صلاحيات اني اضم اي احد للشرطه، فاذا حابين يعني ليش لا يعني. طبعا الرانكات تبدا من هنا يا جماعه الخير، اول ثاني كادت بعدين روكي بعدين ترافيك يونت. انا فين طيب انا؟ وات انا فين انا شباب؟ وات رانكي 23 يا جماعه، العاب. شوف ايش يمديني اسوي مزايا يا جماعه الخير، يمديني ادخل على البدايه، يمديني اسوي هاند كف. اوكي يمديني اوقف الناس، احط السيارات، اعطي مخالفات، اشوف المعلومات عن الشخص، اخذ الاسلحه من الوير هاوس. ما اخذت اسلحه كذا تذكرت والله، يمديني اغير رانك يا جماعه الخير، اعطي ناس ترقيات يعني. اوكي بس لازم اخبر الاداره الاولى يعني بعطي ناس ترقيات، فلذلك اي حاب ينضم يوميات شرطه خبروني يا جماعه الخير من الفاميلي، تعالوا معنا السيرفر بضمكم شرطه وايزي بيزي يعني. تيك اواي لايسنس، نايس والله، يمديني اعيش لاعب كمان، ايشوينج اوانتد ليست كفو، حتى يمديني افتح ابواب السجن كمان، او ماي جاد والله نايس والله. طيب يا شباب ناخذ شويه اسلحه، اهم شيء تركز موضوع الاسلحه، اي شيء تاخذه راح يرجع، ممنوع تاخذ اسلحه وما ترجعها، هذا عليه مخالفات نوعا ما. اوكي ما راح اخذ شيء كثير يا جماعه، راح اخذ شيء بسيط جدا يفيدني ويفيد المجتمع. اول شيء راح اخذ هو التايزر، في عندي ستانجان، يب اعطيني واحده التايزر الان، تيك ويبن واحده. ناخذ يا جماعه الخير امينيشن مثلا 15 وحده تكفي نوعا ما. ليش بدي ناخذ كمان كسلاح يا جماعه؟ ناخذ هذه احتمال اضرب فيها واحد بعد شويه ما تدرون يعني بنشوف. وراح ناخذ يا جماعه الخير اتوقع واحده اسولت رايفل 250 طلقه تكفيني، ما ظنيتي راح استخدم بس يلا اوكي ما علينا. ناخذ درع الاساسي يا شباب الان، ايش افخم درع هنا عندك الان حبيبي؟ ابي افخم درع عندك الان، هذه ايش والله هذه؟ بس مو اخذ دروع صح ذي اتوقع والله. الو الاس بي دي واحد شباب في مشكله والله. ما عندي باك باك يا حبيبي. Do you have any problem? Can I see your ID please? So if you've got no reason to be in the department. اي والله كفو جلدوش هاي جلدوش والله، بس باخذ اسلحتي الان.
يا الله ما عندي باك باك قوي اقسم بالله. كنت نفدت من بوكسي يا جماعه صوفيا مولع معاه الان. يا شباب انا بطلع برا شويتين صرعني اذا اقسم لا صرعني. ما عندي درع للاسف الشديد يا جماعه، باك باك عندي ما تسمح ابدا. ما تعرفون انا ما عندي فلوس اصلا يا شباب، 42000 هذا حسابي الثاني طبعا يا جماعه، لان بالحساب الاول لازم تعرفون يا شباب انه ممكانه عنده بزنس، اذا في حال انضميت للشرطه ما يمديك تعبي اوردر البزنس. الزبده الشباب عندنا هذا الايباد او كذا الاوبن بي دي اي هذا يا جماعه، كذا اتوقع تعرفون الطبخه، قد سويت مقطع يعني ولكن راح نرجع نشوف مقاطع يعني. اوكي بدك تحط هنا اسم واحد مثلا، انا بحط الان الليجاسي باريو مثلا، طق تبحث عنه يا شباب، هذا الليجاسي باريو عنده بيت 428 47 يا جماعه الخير ليفلو. او ماي جاد باريو، او ماي جاد يا ما شاء الله يا حبيبي. طبعا باريو ما عنده اي شيء ثاني، بريزن صفر ما كان داخل هذا ابدا البريزن. فشباب الفكره الان انه ندور على السيارات المصفوفه بالشارع تماما مثل هذه اللي ما عندها اي احد يا جماعه الخير مصفوفه بهذا الشكل، نطق واحده مخالفه لان هذا الشيء اللي انت تسويه عزيزي ممنوع منعا باتا. خلينا نشوف اسمك الان. ايش اسمه ده؟ اسمه ابو عداي. لا ابو عداي واحد بالفاميلي. ابو عداي والله ودي اطقك وحده يا ابو عداي والله. يا ابو عداي ايش اسوي فيك يا ابو عداي؟ اصادر لك السياره مديك تطلعها بعدين بالملايين يا ابو عداي؟ تدري ايش يا جماعه راح اخالفه، راح اعطيه مخالفه بسيطه لابو عداي. انا اسف والله مضطر تاخذ مخالفه. نفتح هنا ونحط ايشيو افاين يا جماعه الخير اللي اسمه ابو عداي. انت من الفاميلي ابو عداي بس انا مضطر والله اني اسوي معك هذه الحركه لان ابو عداي كذا ما يصير، راح اعطيك مخالفه. اسمع انا كريم معك بقول الان، بعطيك مخالفه ابو 5000 عشان ثاني مره لا تصف. ما ادري يا جماعه الملف عندي على يمين الشاشه بالزبده ما بعطيك كثير الان. اوكي تم اعطيتك مخالفه ابو عداي ثاني مره، ركز وضعك يا حبيبي. السياره الان بشيلها ما عليك، ايزي بيزي عندي الموضوع الان. والله ابو عدي راح يجيني راح يطلع من الفاميلي الان. ابو عدي راح يقول لك يا حبيبي ما لقيت غيري الان تطلع برا هذا. يا ابو عدي والله اني اسف والله، يا بس الحياه صعبه الدنيا ظروف يعني، فكر شويتين هذه اوريك الان من هنا. اتوقع الطريقه الصح اني اشيلها بهذه الطريقه. يب تعال هنا معانا. هاي هاي اوكي لازم اخذ صوره، لازم اخذ صوره. تمام سوري سوري شباب نسيت، اقسم بالله نسيت، لازم اخذ صوره لهذه. كويس تذكرت والله. يب هذه هذه يا شباب. اوكي شوف الان الوقوف الخاطئ يا جماعه الخير بنص الشارع، خليني اصورها بس الان علشان يعرف انه هذه الصوره صافها بنص الطريق. ابو عدي راح تشوف دي الصوره. اتمنى انك تسمع ما لا تقول لي جاء ابو عدي الان. يو كان ستارت افك. اوكي اتمنى ما يكون هذاك ابو عدي. لا هذاك جاك اخذ سيارته، ذاك كنت راح اصادر له اياه والله، جاء اخذها بالوقت المناسب. اوكي ما علينا، ليتس جو اسحبها. ابو عدي راحت عليك يا ابو عدي، يوميات شرطي بمكانه ما يرحم. بالعكس لازم تتشكرني وربي لازم تتشكرني يا عزيزي. هذه الان راح نحط لك اياها في هذا المكان. مخالفه راح اعطيك اياها 1000 اوكي مو اكثر ولا اقل، لان ما ادري المخالفات انا سمعت بقانون ما كلها صارت 1000 الان، لازم ممنوع تعطي اكثر. اوكي مكتوب 1000 فراعطيك اقل شيء لان انت مو مسوي شيء اصلا. تمام ف سوري ابو عدي. يعني طلع ب 1000 لا تجتبكي امامي الان تقول لي مدري ايش، طلع ب 1000 روح يا حبيبي ايزي بيزي يعني. طبعا شباب انا رتبتي اعلى بكثير من اني اسوي هذا الواجب اللي جاي اسويه، ولكن انا جالس استمتع هذه البدايات عيد واكرر يعني. راح اروح نعطي مخالفات عده. طبعا كل شغله كان عندي ملف في كل المخالفات يا شباب على حسب نوع الصف راح ياكل مخالفه. راح افتح الملف عندي الان وراح اشيك يا جماعه الخير الان كل واحد ايش يسوي، راح اعطيه حسب المخالفه اللي مسويها. اوكي طبعا لازم ندور على ناس ما عندها لايسنس بليت، هذه اولا راح نطقها واحده يا جماعه الخير. نطقها تقريبا 5000 لان ما عنده لايسنس بليت او 15000، بس انا راح اطق 5000 ما راح يكون كثير يا جماعه. هذا صافف بالرصيف، ممنوع تصف على الرصيف نوعا ما، ترى هذه ممنوع حتى يعني. انا ابي اروح مكان صراحه لطالما انا تمنيت اني اروح لذاك المكان. هذا عليه لايسنس بليت هذا؟ طافها بجرين زون هذا، اوكي ما علينا. There is a new emergency call. شايفين يا شباب تجيني مكالمات انه في عندك شغله لازم تروح عليها الان. اعطاه مخالفه 10000 يا جماعه لانه صافف بالطريق الخاطئ يعني 10000 يعني. شفت انا اعطيته 5000 يا شباب، اوكي؟ شوف يا جماعه الخير اعطى مخالفه لواحد 10000 لانه جالس يسوق بالاتجاه المعاكس للطريق يعني. 20000 لشخص لانه مو عارف يصف بشكل ممتاز يعني. تمام مو عارف قصدي يسوق بشكل ممتاز. طب انا خليني بس اعبي وقود يا جماعه من هنا، نحاس الوقود راح ينفذ عليه الان وراح يجيب العيد. والله مخالفات سرعه كمان جالسين ياكلون. اوكي نايس والله. في مكانين جدا كبار لازم اشيكهم اذا كانوا الناس حاطين لايسنس بليت ولا لا يا جماعه الخير. اول مكان هو الكازينو يا جماعه، السيارات اللي بتصف هنا نوعا ما كلها تقريبا بدون لايسنس بليت، حاسبين اذا حطوها بجرين زون يعني راح ينفذوا مني. ابدا لا عزيزي ابدا لا. بس خليني انزل اشيك اللايسنسات على السريع واجي يا جماعه. هذا من هذه اللي صافه في هذا المكان؟ خليني اشوف بس كذا. نوت افيلبل، مو داخل السياره صاحبه الان، تارك سيارته هنا وطالع يعني. هذه ترى ممنوع يصف هنا يا جماعه الخير، لازم يصفها في هذه الاماكن بالعاده يعني. بس تدرون ايش؟ خلينا ننتظر شويتين، هذه كلها عليها لايسنس بليت، نايس ون. هذا كلهم اكيد هذا تبع الكار شيرنج يعني. بس هذا اعطيه وقوف خاطئ ولا ما اعطيه يا شباب هذه؟ والله لازم اشفط سيارته من هنا ترى. ما اظن الباركينج هنا مسموح، لازم تصف هنا. اذا في هنا انت ليش تصف هنا بهذا المكان يعني؟ بس المشكله انه ما ادري مين صاحبه عشان اعطيه المخالفه يا جماعه. صراحه هذاك الشخص واقف وقوف خاطئ اتوقع، بس تدرون ايش؟ ما راح اسوي له شيء يعني، لان ما ادري اذا عن جد وقوف خاطئ ولا لا. صراحه ما عندي اي فكره اذا كان على ذاك الطريق. انا عارف انه بس ذا ممنوع يعني، بس هناك ما عندي فكره، ذاك ما راح اضحي عشان لا نجيب العيد بعدين يعني. ايز بيزي تونا الان اول يوم يا جماعه بيفصلوني والله. راح اروح البيتش ماركت الان يا جماعه، افضل مكان لانك تلقط فيه سيارات وتمشي يا عزيزي. يا من لقطوا سياراتي في هذا المكان، جاء دوري الان اني اعذبهم يا جماعه الخير. ليتس جو يا مدير. انا ايش دخل الشعب بدري والله، بس يلا ايز بيزي. ها شايفين اعطاه مخالفه 5000 لان مكتوب ابسنس لايسنس بليت، اسمه ريزن تي سي 2.1 يا شباب. اوكي خليني احفظ الان عشان بعد
بعدين نستخدمها يعني ايزي بيزي. انتم حاسبين بس عندي هذا الاي افتح التابلت من هنا يا جماعه بفتح من هنا كمان ايزي بيزي يعني. خلينا نصور الصوره دي عشان نعرف ايش المخالفات اللي على كل واحد الان. ديسبلاي كانابيس جروينج لوكيشن وات شباب بدي اشوف اماكن الكنابيس هنا جالسين يزرعون كنابيس في هذا المكان. اوكي حركات والله بس راح يكون في خطر جدا علينا اروح لذاك المكان لاني هذه خليها لبعدين الاكشن والمغامرات هذه يا جماعه. استنوا شويتين وخلي كل شيء لبعدين حلو يا شباب. الان الهدف اني اشتري باك باك اعلى من هذه عشان بدي البس درع. اوكي بلوكينج مور ذان سايد ايوه هذه احتاجها والله هذه. تعال هنا انا جالس انقل الكتابات جالس اغش يا جماعه بس اوكي ايزي بيزي. كل مخالفه جديده باخذ لها صوره يا شباب عشان انا اعطي مخالفات كمان. اقسم بالله ان شغله الشرطي ممتعه بكل معنى الكلام يا جماعه. لسه ما شفت شيء والله. لما نروح يا جماعه على الناس اللي يسرقون الاي تي ام لما نجلدهم نحطهم بالسجن يا ويلي ويلي. انا بروح الان استهبل على واحد من الفاميلي بالبيت الفاميلي اول اقيده يا جماعه الخير ولا انا مقيد امشي معي السجن بحطه بالسياره باخذه معي شباب شوف ردة فعله بعد شوي ما عليكم خليكم مستنيين نشوف بعد شوي. هذا الشباب وقف السيكل بهذا المكان راح اعطيه مخالفه يا جماعه. لا تخيل اعطيه مخالفه. سلام عليكم يا رب اني اصطاد واحد ما عنده لايسنس بليت يا شباب. اقسم بالله اطق مخالفات ليوم المخالفات. لان اصبر ابي واحد بس ما عنده لايسنس بليت. ما شاء الله كل الشباب طيبين عندهم الان. جاك ما مكاله اللقطات جاك ما مكاله معذبهم جاء يلا لما مكان يجي الكل يهرب المكان بسرعه انت وياه. كلهم عليهم لايسنس بليت هذول نايس والله كلهم عليهم يا جماعه. تعالوا نلقي نظر هنا. اوكي بيرفكت والله الكل عامل حساب والله. يا طيب حبيبي اي ما شاء الله الشعب صار فجاه يا جماعه الكل عنده لايسنس بليت والله ديم والله ما في ولا احد ما عنده يا شباب ما في ولا احد. طبعا في ناس وقوف خاطئ نوعا ما اللي هم كل هذول اتوقع وقوف خاطئ ولا ولازم كانوا يصفوا في ذاك المكان بدل هنا. مع الاسف ما في ولا واحد يا شباب عنده وقوف ولا واحد يا جماعه ما عنده لايسنس بليت. يا ولد ايش ذا الغباء والله. شوف انا ما ادري اذا يا جماعه الخير اللي صافين هنا مسموح لهم يصفوا هنا ولا لازم يصفون بذاك المكان. هذه الشغله انا اجهلها فما راح اضحي. امشي امشي. مام كالو مستمر الان للبحث يا جماعه الخير على سياره الاحلام. مام كالو يدور اكثر. مام كالو شد شوف هذا الشرطي جاي خالف ذا يا جماعه هنا. والله صح انا ليش جالس فوق ذي السياره عشان هذه مخالفات. هذه عشان اخذ فيه السياره ما لازم اخذها يا جماعه مو مضطر اخذها يعني بالنهايه. اتوقع شباب بروح البيت اخذ سياره عاديه واطلع اطق مخالفات للسيارات اللي مصفوفه بشكل خاطئ. للامانه يا جماعه جالس الفلف في المدينه كلها ما حصلت الى الان سياره مناسبه اشيلها ولكن ما علينا انا جالس ادور الا ما احصل. الان اصبر شوي ترى اوه اوه شباب من تارك دراجته في نص الطريق هنا ونازل وساحب على الدراجه اوه نص الطريق يا رجل. والله كان ودي اسامحك فيها بس يعني صفها بنص الطريق بالنهايه. هاي دراجة ايش يا شباب بالتحديد؟ انا اعطيه مخالفه الان نوت اف مو صاحبها مو داخل بس انت صفها بنص الطريق هنا. فانا اسف عزيزي ولكن ناخذ لي اياها هذه الدراجه والله يمديني اخذها والله. تعال نحطه انه صفها بنص الطريق كذا اوكي؟ انت ليش تركها بنص الطريق؟ والله ما ادري والله. تم يا جماعه الخير يمديني اخذها الان بس كيف اعطي مخالفه لصاحبها؟ اذا يا جماعه الخير صاحبها اصلا مو موجود. ما عليها لايسنس بليت ترى احس. يا جماعه ما عليها لايسنس بليت هذه والله. اوكي شباب انا مضطر اني اخذ ذي الدراجه من الطريق يعني شوف هذا ما عندك حظ والله ما عندك حظ يعني انت ما ادري فينك عزيزي. حتى الدراجة ما سلمت من اليوم. اصلا يمديني اخذ دراجه؟ والله ما ادري والله بنجرب الان. ممنوع تاخذ دراجه اتوقع مع انه خبرني يمديك تشيلها الان يا شباب. ما يمديني اخذ دراجه. وات يب ما يمديك تاخذ دراجه. اوكي انا طبعا بزياده كان يا جماعه ماشي انا مشينا الان ما نبي. او ماي جاد سيارة المسعفين راح انضم للاسعاف يا جماعه الخير بعدين كمان يعني نحس شعور الاسعاف كيف يكون يعني. اوكي شباب هذا من هذا اللي صاف سيارته في هذا المكان المسكين اللي راحت عليه الان. يا ساتر جاك الموت يا دارك الصلاه اقسم بالله شاني مريض من هذه النهايه والله والله شباب ديم. عبود سيوا منطقه واحده والله عبود عبود اذا تشوف ذا المقطع راحت عليك والله مكاله اليوم بالخدمه. انطقوا 10000 يا جماعه الخير اوكي؟ يب هذا هو يا جماعه الخير نعطيه 10000 فاين. سوري عبود يعني بس لازم تصف سيارتك كذا. عبود انا بسوي لك خصم الان ديسكاونت على 5000 يا جماعه بنسوي ديسكاونت اوكي؟ جماعه لازم اعطي مخالفه 10000 والله عشان لا انفصل بعدين من الشغل اوكي؟ اوكي شباب اعطينا مخالفه لعبود 10000 يعني سوري عبود والله. تدري ايش الاحلى بموضوع يا عبود؟ والله يعني انا ما ادري ايش اخبرك عبود بس انه الاحلى بالموضوع اني بسوي كذا الان. يا عبود راحت عليك يا عبود. يا رب ما يكون من الفاميلي بس يا جماعه والله بتكون راحت عليه والله. طافه بنص الطريق الله يصلحك يا عبود. ما عليك ما راح ادفع لك كثير عشان تطلعها بس 1000 يعني. وين راحت سيارتي؟ لا مديني ادور بالترنك والله. ما في الليجل ايتم اوكي ما في الليجل ايتم بالترنك نايس والله مديني ادور بالترنك كمان. اوكي شباب هذا انا الان عدت من جديد الان حسبنا الله ونعم الوكيل يا جماعه الخير. خلينا نرجع ناخذ ملابسنا الان سيلكت سلوت 1 شباب لازم اخذ اسلحه من جديد الان. اخذ درع انا نايس اخذ درع يا شباب. الان يا جماعه صرنا نتفاهم الان. تعالوا هنا الان اوريكم هنا. كان في يا جماعه جراج للشرطه بالكامل تاخذ منه السيارات بالكامل وهذه الامور. كيف ادخل الجراج ذا؟ راح اخذ هذه السياره اتوقع يا جماعه. مديني انزل للجراج هنا تحت طيب ينزل والله. ايش السيارات هنا فيها يا جماعه؟ هذه سيارات الجراج يعني. اي شوف هذه ساحبين في حادثه هذه تبع الشباب سحبوها لهنا والله. عمليات 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 من كالو وسع. لازم ناخذ طلبات يا شباب لازم ناخذ طلبات والله. اي تي ام روبري ناخذها يا جماعه. اي تي ام روبري اخذنا اي تي ام روبري يا شباب. ليتس جو على اي تي ام روبري يا جماعه. ليتس جو اي تي ام روبري الله اكبر.
هل انت تجرع انك تسرق اي تي ام امام عمك وامكانه؟ ولك تعال هنا، تعال اوريك انا، تعال وسع المدير وسع. اول ما وصل راح يهرب اتوقع عن شباب. وين صاحب هذا؟ وين يسرق الاي تي ام كان هنا؟ خلينا ننزل يا شباب، خلينا ننزل اشوف ايش الميل جالس يسرق الاي تي ام. كيف اخلي الاي تي ام يفشل من السرقه الان؟ اسمع صوته، ذا هو اللي جالس يسرقه؟ كيف اعرف من جالس يسرقه شباب؟ توقع الشباب انه هرب من المكان. ثاني اذا رحنا الان شيكنا، المشكله ما اعرف كيف يبين اذا في حال. اوكي اختفى يا جماعه مع الاسف الشديد. طيب خلينا نمشي، خلينا نكمل معنا. يا فرحه ما تمت، لين ما جيت لمكان صاحبه اختفى كمان الان. يا فرحه ما تمت. اوهو صاحبها مو موجود في هذه السياره شباب، كمان مره شايفين هذا يا جماعه واقف وقوف خاطئ. طبعا انا كشرطي صالح مفروض نعطي مخالفه صح ولا لا يا جماعه؟ متفقين هذا الكلام الان؟ روي لا تكون ذا انت روي. يا روي ايش مسوي يا روي؟ بصفنا يا روي، والله ما يصير روي، فضحتنا يا روي. راح اعطيك مخالفه روي، سوري والله يتابع ذا. والله روي لا يزعل مني شباب، سوري روي مضطر اعطيك مخالفه الان 10000 يا روي. الوقوف هذا خاطئ، تم يا شباب، اعطيته مخالفه مع الاسف الشديد يعني راحت عليك عزيزي. والله اني اسف والله مستر مارك، اعطيته مخالفه سوري عزيزي، ولكن كان لازم اشيل السياره كمان يعني نوعا ما. يعني شو قلت لنفسي يعني اوكي انا جيت اخذ هالسياره صراحه، يعني قلت فرصه مناسبه، بس روي راحت عليك يا روي، انت الان محظوظ نوعا ما. لنشوف الان حصلت سياره ثانيه مصفوفها كانت بنص يا جماعه الخير الرصيف، ممنوع نوعا ما تصف نص الرصيف، لازم يعني ما تسكر الطريق بالرصيف يعني. فاعطيته مخالفه وبشحط سيارته الان يا جماعه الخير على مكان الهذا. يا جماعه اعطيته مخالفه 10000 يعني اخلي مديني اخذها اسرقها لنفسي ذي السياره يا جماعه. وات ايش صار؟ تركت السيارة فجأة شباب، شلون كذا؟ لكن تركت السيارة فجأة، اختفت السيارة، ما صار ياخذ السيارة ليش؟ لا شكله صاحبها طلع برا يا شباب، شكله والله ياب شكله طلع برا او شيء يعني. موجود لسه بس ما بدي ناخذها ليش؟ لاي سبب طيب؟ اظن احيانا تعلق، ياب احيانا تعلق. اوكي اوكي كانت حتهرب مني ذي السيارة ولكن ما عليك يعني. اوكي شباب راح نسلم هذه السيارة، طبعا ما راح نحط مخالفة كبيرة عليها، راح نحط له بس فيها 1000 يا شباب الان، لان كانت بنص الطريق يعني. بس اهم شيء انه ينتبه ما يعيدها ثاني مرة، لان كان ممكن الان يطلعها بمبلغ جدا كبير، بس هي كلها 1000 يعني ايز بيزي عزيزي. اوكي شباب راح يطلعوا الان مغامرة اسطورية الان الشباب الطيبين، خذي معك خذي معك، ليتس جو اليكس، اليكس ليتس جو، يلا يلا اليكس مشان يلا روح، بروح مع هذا الشخص يا جماعة الخير الان، راح نروح مدري لاي مكان بالتحديد، ولكن فجأة طلعت هذه، انا كنت رايح الان مشوار وجيت من جد، وشوفها ايش في الدم هنا بكل مكان ولد، معي سلاح انا الان، معي سلاح كله جاهز الان. يو اليكس اليكس كان يو مين؟ اليكس داخل بعد السيرفر يا جماعه، اي دي تبع 1500. يس وات از ات وات يو وير ار وي جوينج واتس هابينج؟ ام جوينج اون باترول اي دونت نو. اوه يو دونت نو اوكي، رايح مع نفسه هذا الشاب يقول لك لا اوكي ما علينا، انا اركب مع هذا يا جماعه. يو جايز وير ار جوينج؟ مشتي مارك ام جيفينج تريننج تو هيم ذات واي هاف تو ليف. اوه تريننج اوكي سوري سوري يا يا ذا تريننج از جو. يو دينيس واتس اب وير ار وي جوينج دينيس؟ ابي احشر نفسي مع احد يا ولد، اقسم بالله نفسي اعتذر والله يا جماعه. يلا واخيرا حصلنا سياره، واخيرا شباب واخيرا يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم. شباب مشينا الان، اي مخالفه الان راح امسكها وراح امشي فيها للاخير يا جماعه الخير. هذا شلون يا جماعه مسكر نص الطريق هنا؟ كيف مسكر نص الطريق يا شباب؟ وما عليه ما عليه لايسنس بليت، ولك ما عنده لايسنس، ولك ما عندك لايسنس. اوه هذا توقع معنا بالفاميلي يا جماعه، انا اسف يا سلمان دم ولكن راحت عليك سوري والله. انا عشقي اني اعطي مخالفات. يا تعال معي عزيزي، تعال راح نطلع البي دي اي الملف هنا معانا، نشوف ايش المخالفه اللي عليك عزيزي. يترتب عليك مخالفه وقدرها 5000 يا جماعه الخير، نعطي لها المخالفه. بوم يا حبيبي اكل المخالفه الان. يو مان واتس اب كان يو هير مي؟ اي لاف يو مان. I love you too, man. This is your car. Do you know who I am? Yeah, let me know. Who are you? Pro Isam. Pro Isam, okay. عرفتك من صوتك. حبيبي شو اسوي هنا في هذا المكان؟ لا والله شفت الشرطي هنا بس قلت ايش يسوي هذا الشرطي يعطي مخالفات للشعب؟ والله صايره وصايره، اسمع اسمح لي فتشك اوكي؟ راح فتشك عادي ما عندي شيء. اوه ماي جاد شو حامل معك؟ دقيقه؟ شو هذا اللي معك؟ فرايسام؟ دايما معك حشيش فرايسام توني اشوف الان. لا ما عنديش فين؟ اعرف اعرف ما في حبيبي يلا بدك شيء؟ والله سلام حبيبي سلام. بروح بيت الفاميلي يا جماعه بصطاد لي صيده مرتبه الان، ليتس جو. وعدتكم قلت لكم خليكم نهاية المقطع بنصطاد واحد طقطق عليه ونحش عليه اوكي؟ هذا من هذا صاف صاف هرب هرب شباب هرب. تعال يا شباب نحش على ذا. يو مان واتس اب ويت 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 هرب هرب شباب هرب هرب. بس خلينا نشوف هذا من هذا اللي صاف هنا. هلو سير هي هي مان شو مي يور باسبورت ناو شو مي يور باسبورت. مكالو شو مكالو حبيبي شو عرفكني مكالو؟ طيب مو طبيعي والله. حبيبي اعطيني الباسبورت شويتين بس كده على السريع شيء اجراءات بسيطه يعني. لا تخاف ما اعطيك مخالفه بس اعطيني الباسبورت. اوكي ليجاسي فوكسي الله عليك. اوكي بس كده جيت اسلم على الشباب الطيبين هنا يا جماعه. والله انا مشكله بصطاد واحد بس بيعرفوني بسرعه من صوتي، دي مشكله كبيره يا جماعه. حتى اني اغير صوتي ما ينفع اني اغير صوتي حتى، والله دي مشكله والله. اوهو شباب اوهو. Alright you guys trying to hold up I got trying to pull me over right now one second I'll call you back. Yo اي اوه نلحق الان شباب نلحق الان خلينا نلحق الان. مطارد يا جماعه مطارد الان. بول اوفر بول اوفر. What's happening؟ يا بول اوفر. Get back in your car and walk away bro. What the fuck طلع سلاحه. Put your gun down. I'm calling support.
هذا كم واحد جاء كم واحد جاء عصابة هذول ولا ايش شباب؟ اتصرف اعمل اطفى يا واحدة ما تصفق والله شباب صعب والله. طبعا دي الحركة اللي سويتها قبل شوي اني هربت يا جماعة هي حفاظا على سلامتي لان كانوا كثيرين وكلهم مسلحين ما عندي ابدا فرصة اني اسوي اي شيء. شباب ثمانية ايش اكتشفت انا الان هذا ايش هذا بالتحديد؟ سيرش بيس يا جماعة مكتوب هنا. هذول الناس اللي عليهم مخالفات هذول الناس يا جماعة اللي عليهم مخالفين اروح القي القبض عليه الان. اوت اوف سايت يا جماعة هذا مو موجود هنا في هذا المكان يعني. سان مانتم عليه ثلاث نجوم شرطة. ان ذا فيلد اوف فيو هذا موجود هذا يلعب الان. اوه ماي جاد اليف عليه خمس نجوم على ذا. بس الاف اي بي ام دي يسويها انا قلت يا شيخ اقسم بالله ظلم والله. اجل هذه شغلنا بالاف اي بي راح يكون ان شاء الله بعدين يا جماعه والله ممتعه دي اكثر والله. كذا تروح تجيب الشباب كلها وتدرعهم عليه بنفس الوقت والله بيكون في اكشن مو طبيعي والله. وات حط لي شغله شباب هنا طالب دعم شباب لهذا المكان ليتس جو ليتس جو خلينا نروح نروح يا جماعه مشينا مشان راح اروح للدعم لا اشوف ايش في هناك. جمجمه الزرقاء هذه يعني في مكان عصابات راح يسوون ريد عليهم فلازم راح نشارك معهم يا شباب. العب هاي الحركه ما عاد تسويها الا بمكان الشرطه المبتدئ. يا ساتر طالبين اشتباكنا بالبلاك ماركت يستهبلون. بلاك ماركت جوينج جريد يا جماعه. درعموا شباب درعموا درعموا والله يا شباب. يلا يا جماعه يلا بشوا شباب بشوا درعمنا على البلاك ماركت شباب ليتس جو. الجانك صار واحد يا جماعه. شوف نحن 39 هم واحد والله مشيت المنطقه والله. تعالوا فاتحين فيها بلاك ماركت مسوي فيها ابطال. وين هذا الشخص الموجود هنا؟ وربي لا مردغك مردغ الان اصبر علي شويتين. وين هذول الاثنين الموجودين مسكوهم يا شباب وينهم؟ شباب شبكوا 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 كم كم جايز كم ليش ما يدينا اطلق؟ ولك حط طلق اطلق عليه فني شو ما يطلع عندي الام شاب ما يطلع عندي الام كيف جاي يصير؟ شوف مات توقع مات يس مات والله مات والله مات في اثنين من الجانج لسه والله ايزي والله كان ايزي بيزي يا حبيبي ايزي بيزي في اربعه فاتوا شباب ثلاثه من الجانج موجودين الان فولو مي يلا يلا ليتس جو ليتس جو ليش عم بيهرب؟ شغلت الراديو الان يا جماعه كان يتكلم على الراديو وانا ما اسمع والله. شوف سياره الدعم اللي جت هذه ايش هذه؟ شوف مجتمعين هنا مجتمعين هنا شباب شوف كم واحد مجتمع هنا يا جماعه راح يطبوا علينا والله. راح يطبوا والله راح يطبوا شباب خذوا اماكنكم خذوا اماكنكم شوف شوف مستعدين شبابنا الطيبين والله راح استعد انا كمان يا جماعه. طالبين دعم يا جماعه احنا 45 شخص هم 8 يا جماعه في اشتباكات هنا وين 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 حاسس اني بموت ما ادري ايش احس نهايتي قدربت والله ما ادري فين 12 واحد صاروا يا جماعه وينهم؟ شوف شوف هذا درعم عليهم والله شباب والله شقهم شق لوحده والله كفو يا ميو كفو تعال هنا تعال هنا يا ورع والله ما تهرب لا والله والله شباب يعني ان شاء الله طيبين اخباركم تحضط سبحان الله ما في غيري ما توني الربع حد يعيشني خليني اشارك معكم تكفوني يا شباب بعد ما بدا الاكشن مثل 13 شخص دخلوا كفو اقسم لا وحش اللي فنشني هذا اللي فنشني اصلي والله يبي اعطيه الان جائزه نوبل للسلام يا حبيبي وات شو هذا ميوزك شباب شلون هذا ميوزك هذا والله مو طبيعي الشباب هنا جماعه حتى انا واي دي كذا يعرفوني لا لا والله مو طبيعي والله شباب في طلب ثاني تم طلب الان مباشره من بلاك ماركت من قلب الحدث الان بس للاسف الشديد انا راحت كل اغراضي يعني لازم ارجع اروح اطلع اغراضي ومدري ايش من جديد بس كانت محاوله جيده نوعا ما يا حرام شلون متنا اقسم بالله قهر يا شباب والله قهر فشباب راح ننهي المقطع معنا في هذا المكان ان شاء الله بمقطع الاخر راح نسوي اكشن اكثر واكثر يا جماعه ما عليكم يعني ترقبوا هذه فقط البدايات يا جماعه تمام يوميات شرطي مبكاله ومستمره ان شاء الله معنا الى الامام اكثر واكثر يعطيكم الف عافيه يا جماعه الخير القاكم بالحلقه القادمه ان شاء الله باسرع وقت ممكن كان معكم محمود من قناه مبكاله السلام عليكم يا جماعه في امان الله. Big bad storm is rolling in.